السلام عليكم، حياكم الله اخوياني متابعي قناة الصيد والمقناص. الله يحييكم حياة كافية ووافية بين عام مغادر وعام جديد، يغير الله الاحوال من حال الى حال. اللهم ربي بشرنا بما يسرنا وابعد عنا كل ما يضرنا، وغير حالنا من حال الى افضل حال يا ارحم الراحمين. اهنيكم خوياني بالعام الجديد وبقدوم هذا العام، الله يجعله عام خير على الجميع. ولا يسعني بهذه الفرصة إلا أن أقول اللهم ربي أني أسألك من فيض رحمتك ومن واسع كرمك ألا تترك بيننا مريضا إلا شفيته، ولا قائبا إلا رددته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا مديونا إلا قضيت دينه، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مكروبا إلا وقد فرجت عنه يا أرحم الراحمين. ربي أسألك أن تجعل هذا العام مغفرة لكل مذنب، وهداية لكل عاصي، ورحمة لكل ميت، واستجابة لكل دعاء. تحياتي الخوياني صقارين وطواريح المملكة العربية السعودية اللي كما تشاهدون. من يومين أو البارح وصلني مسج من اليوتيوب، من خلال هذا المسج يوضح لي أكثر المتابعين والمتفاعلين على القناة والمشتركين. من خلال هذا الفيديو نقطتين حابة أوضحهن. أول نقطة هي شكر لمتابعي القناة، والنقطة الثانية هي فرخ الشاهين اللي تشاهدونه أمامكم. هذا الفرخ الطيب النادر اللي راعيه صبر وظفر، وما في شيء يجي من دون صبر. حبيت أبقي هذا الفيديو اللي أثناء كان الطرح تقريبا نصف الشهر 12 أو قبل منتصف الشهر 12، ما نشرته على القناة، بقيته لليوم هذا حتى أشارك هاي الفرحة معاكم بحلول العام الجديد. فرخ الشاهين طال عمركم راح نتكلم عليه بعد ما أتوجه بالشكر الجميع أحبتي متابعي قناة الصيد والمقناص. من يوم يا أخوياني وصلني مسج في اليوتيوب، ومن خلال هذا المسج يوضح لي أعداد المشتركين والمتفاعلين على القناة، فأتوجه جزيل الشكر والمحبة لأخوياني صقارين وطواريخ المملكة العربية السعودية، لكم مني كل التحية والشكر. بالمرتبة الأولى يليهم خياننا أهلي وعزوتي أهل النخوة والطيب اللي بدوا معاي من أول ما بديت القناة، خياني في العراق، لكم مني التحية والشكر. وخياني وعزوتي أهل السوريين بارك الله بيهم في المرتبة الثالثة، وتلقيت الدعم والمحبة والتشجيع والتحفيز المعنوي من خياني صقارين وطواريح الكويت، بارك الله بكم جميع والكل خياني الموجودين بالقناة، الله يجزاكم خير وبارك الله بيكم على وجودكم. الكل من علق بتعليق جميل يعكس شخصيته، الكل من وضع لايك واعجاب على الفيديو، والكل من اشترك بالقناة، لكم مني كل التحية والشكر. خوياني اللي يشاهدونه فرخ الشاهين هذا بعد صبر، الله عز وجل يكرم من صبر بأجمل كرم. فمن بداية الموسم أحد خوياني اللي بدأ وساوى اللي عليه وما قصر بشي، لكن سبحان الله من بداية الموسم حتى يعني قبل انتهاء الموسم أو يعني تقريبا انتهى، ما فقد الأمل، تم متابع، وبعد التعب وبعد الجهد الله عز وجل أكرمه فرخ شاهين، وأنا بنظري يعتبر من النوادر ما شاء الله تبارك الرحمن، من وزن ومن حجم ومن لون. أسأل الله العلي القدير بهذا العام الجديد بالموسم الجاي أن يكرمكم جميع باللي تمنونه من نوادر، سواء كان بحر ولا شاهين، الله يكرمكم إن شاء الله ويجعل هاي الفرحة من نصيب كل تاعو حندوم. طال عمركم كما نتمنى الفرحة لنا نتمناها للجميع، وأنا ذكرت مواضيع سابقة أن اللي يطرحون في المملكة العربية السعودية كان حن اللي طارحين، اللي يطرحون في ليبيا رماكة ليبيا لهم منا كل التحية والشكر، كان حنا اللي طارحين. ففرحة الطواريح هي فرحة عند الجميع، هاي الهواية خوياني اللي جمعتنا من كل البلدان وجعلت فرحتنا وحدة وهي قاسم مشترك لنا جميع، هي هواية نعشقها من الصغر ولليوم هذا نمارسها بجميع الظروف. فحياكم الله، وإن شاء الله الموسم الجاي يكون موسم خير ونوادر للجميع إن شاء الله. بدينا هذا الموسم معاكم
وكان ختامه مسك، وما شاء الله تبارك الرحمن اللي أبدعوا صراحة طواريخ المملكة العربية السعودية. خويانا في ليبيا ما شاء الله تبارك الرحمن المرتبة الأولى هي المملكة العربية السعودية في الطرح، تليها ليبيا ما شاء الله، يعني ليبيا أرقام جدا طيبة في الطرح ما شاء الله تبارك الرحمن. إضافة رغم صعوبة الأوضاع في سوريا والوضع اللي عايشينه في سوريا، كذلك الأمر صار في طرح ما شاء الله تبارك الرحمن. لكن خويانا السوريين ما توفقوا فقط بالأسعار، لكن طرح، وحوش، نوادر، أحجام، أوزان، ريشة طيبة، كل هذا موجود. أما السعر للأسف انظلموا كثير خويانا طواريخ سوريا. فنسأل الله العلي القدير كما بدينا هذا الفيديو، ودعينا الله عز وجل أن يحسن حوالنا من حال إلى أفضل حال، أن يحسن جميع أحوالنا، وإن شاء الله العام الجديد تكون الأوضاع أفضل. وبارك الله بكم، وبارك الله بكم جميع. هذا الفيديو اللي تشاهدونه هو كرم من الله عز وجل على أحد خوياني وأصدقائي اللي بهذا الموسم، وبختامه جعله ربي إن شاء الله ألف مبروك له، ومتبوع بالنادر إن شاء الله، والله يرزق كل تعو. هذا اللي نتمناه لكل الطواريخ. حياكم الله حياة كافية ووافية. أترككم مع مشاهدة هذا الفيديو اللي يوضح لكم بعض التفاصيل عن هذا الشاهين الجميل، وإن شاء الله الموسم الجاي كما الله عز وجل أكرم خوينا بالفرخ اللي تشاهدونه، والوزن والطول والحجم اللي تشاهدونه والظاهر أمامكم كلياته، إن الله عز وجل يكرمكم بالموسم الجاي مثله وأندر بعد. لكم مني كل التحية والتقدير والاحترام لكل من اشترك بالقناة، والكل من وضع مجرد فقط لايك، ولا تحرموني من اللايك يا طويل العمر. أنتم سنايدي، وإن شاء الله المواضيع القادمة والحلقات الجاية تسر خاطركم. لكم مني كل التحية والاحترام. السلام عليكم ورحمة الله.